دايما بتمتعنا كلاعب وبتمتعنا كمدير فني، وهنستمتع بيك اكيد في الحوار النهارده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله معانا تقرير عن نادي السكه الحديد، وبحب ابدا قبل ما اتكلم مع كابتن جمعه مشهور، تعالوا نروح نتابع تقرير. احنا بنتكلم عن منتخب السويس، نادي كبير، نادي السكه الحديد اقدم الانديه المصريه. تعالوا نروح نشوف تقرير عن نادي السكه الحديد ونرجع مع كابتن جمعه مشهور. أولاً مفيش حاجة اسمها تفريط في كابتن جمعة مشهور، كابتن جمعة سبع علامة في النادي، وهو اللي صعد الفرقة من القسم الثالث للممتاز به، وإحنا بقالنا موسمين في الممتاز به، أول موسم ربنا كرمنا وقعدنا، والسنة دي طبعاً الراجل كان بينافس، وراجل مدرب على مستوى عالي، وراجل واعد، وإن شاء الله بإذن الله نسمع عنه سمع خير، وهو اللي مشي. طبعا حصلت بعض اللخبطه كده وظروف، فالراجل اعتذر وقال انا مش هقدر اكمل معاكم، انما احنا طبعا شرفنا الكابتن جمعه، وطبعا كلاعب في نادي السكه وكمدير فني نادي السكه. لا هو لسه جاري التعاقد، لسه ما حصلش، بس ان شاء الله ربنا ييسر الحال. الموضوع ده كامل بيه الوزير بنفسه مهتم بيه، وعايز صعد الفرقه لدوري ممتاز، وطبعا هو بيدعم النادي، بنشكره من خلال حضرتك معالي الوزير كامل بيه ان هو هيدعم النادي وهيدعم الفرقه، وان شاء الله بامر الله تصعد ان شاء الله للدوري الممتاز. والله اللي بتعوق الاول نتكلم في الاعاقه، انت حضرتك عارف طبعا الكوره دلوقتي بقت كلها ماديات، وطبعا احنا نادي يعني الامكانيات عندنا محدوده، بس الحمد لله دلوقتي ابتدى عندنا التطوير وابتدينا نعمل دخل للنادي، وان شاء الله باذن الله الايام الجايه تبقى ايام كويسه، وبامر الله الموسم القادم يعني السكه هتنافس باذن الله باذن الله. الحمد لله طبعا الفتره اللي فاتت طبعا نادي السكه شهد طفره غير طبيعيه في التطوير وفي مجلس الاداره اللي جت ظبطت الدنيا، والفريق طبعا كان في القسم الثالث وربنا كرمنا بقينا في القسم الثاني، والموسم ده كنا يعني بننافس على الـ على الـ على الصعود، لكن طبعا امكانيات اللي كانت موجوده ما قدرتش تساعدنا، لكن طبعا سياده معالي الفريق كامل وزير طبعا دعم النادي، وان شاء الله هنصعد باذن الله الفتره الجايه باذن الله الممتاز الف. وطبعا كان لاعب في نادي السكه، وبعد كده بقى مدير فني، وبذل مجهود كبير مع نادي السكه اللي وهو اللي صعد بالفريق من القسم الثالث للقسم الثاني، وان بس الموضوع ان هو مش يعني هو سابنا انا الراجل، والنادي طبعا مرحب بيه في اي وقت. والله هي الكوره كده، كابتن جمعه مشهور راجل ليه دور كبير قوي في النادي، هو ابني من ابنائنا، وكان يعني اول من دعمه هو مجلس الاداره، وكان الكابتن دبيل اختاره من ضمن كان جهاز، كان في كابتن جمال عبد الحميد وكابتن كمال امين، وكان مجموعه كبيره، وكان ترتيبه يمكن الخامس، يمكن الكابتن نبيل عشان هو بتاع كوره اختاره يبقى هو مدير فني وتحمل المسؤوليه بيه هو ومجلس الاداره، وقدر الكابتن جمعه بمجهوده بامكانياته الممتازه المحترمه، هو راجل على خلق، قدر يصعد بالفرقه، وهو بيعتبر نفسه ابني من ابناء النادي، في اي وقت النادي بيعوزه الراجل بيقول انا موجود. ان شاء الله باذن الله السنه دي باذن الله في تدعيم جامد من مجلس الاداره ومن القياده اللي كامل بيه الوزير وحسام بيه السيسي، طبعا بيدعموا النادي مع رئيس النادي الكابتن نبيل اللي هو ليه دور كبير قوي قوي في نادي السكه حديد وفي الكوره، لانه كان مدرب كوره ولاعيب كوره فعارف، وهو ادرى واحد بالكوره في نادي السكه حديد ومجلس الاداره. كابتن جمعه اعتذر لاسباب شخصيه خاصه بيه هو، وربنا يوفقه في اللي جاي، هو شخصية محترمة واحنا كنادي خسرناه، كنا نتمنى ان هو يستمر معانا، بس ربنا يوفقه في اللي جاي.